المهم قلت ديز كندور قلت انني نهضر واحد شويه على البرمجه كما واحد الدري قال لي هضر على واحد الموضوع انا غادي نهضر عليه دابا. بس سوا الناس اللي داخلين لستياج جديد سوا الناس اللي داخلين شي مدرسه بريفي مدرسه اي مدرسه يعرفوا واحد يعرفوا هاد النقاط اللي غادي نناقش انا دابا. وقبل ما نهضر غيجي ينوض واحد يقول لي اصلا انت ما وصلتش شي حاجه وكتهضر وانا واصل الحمد لله حتى واحد ما عارفني فاش خدام ولا فين خدام انا عارف راسي فين كنمشي نخدم واش كنضل ندير. المهم وثاني حاجه ما تبقاش كريتيكي عاود ما تكريتيكي وتبقى تشوف بنادم اش قال وتبقى تقول له حق انت ما واصل ما والو ما حتى شي حاجه وكتهضر عوض هاد الكريتيكا سير تعلم مع راسك شي حاجه. المهم بغيت نهضر على البرمجه دابا. البرمجه اي واحد يعني بغى يدخل ليها ماشي ضروري انه غادي يبدا في السي والجافا ولا الالغوريثم. هذه راه ماشي ضروريه وانا ما كنقولش الناس اللي داخلين لستيا ما تسوقوش الالغوريثم ولا السي ولا الجافا ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن في البدايه غادي تشوف راسك فاش باغي تمشي، واش باغي تمشي للويب ولا باغي تمشي للاندرويد فهمتيني. يعني الا بغيتي تبدا في الويب غتبدا بلا اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت جي كويري وهما جوج كتوبه اللي بغاهم راه صيفطهم ليهم ماشي كتوبه يعني ريل يعني كتوبه بي دي اف. ومن خلال هذه الكتوبه راه غادي تشد اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت وجي كويري عاد دوز البي اتش بي عاد الفريم وركس. ولا سولني فيكم شي واحد غادي يسولني يقول لي شنو الفرق ما بين لاي اس بي والبي اتش بي. لاي اس بي دوت نت هي كتخدم بالاكس ام ال والبي اتش بي كتخدم بلاش تي ام ال سي اس اس كذا، ولكن هما بجوج كوتي سيرفر فهمتيني سيرفر كلاينت سايد. والبي اتش بي تقريبا دابا مصوبه بها 47 مليون والزياده ديال لي سيت، اما لاي اس بي مصوبه بها غير 17 مليون. ولاي اس بي غاليه واكثر هي كتستعمل غير في الماركتينغ، يعني دخل جوجل كتب اي اس بي فيرسس بي اتش بي دوت نت غادي بي اتش بي اس بي دوت نت فيرسس بي اتش بي راه غادي يقولوا لك شنو هو الفرق. المهم بغيتي تبدا بروغراماسيون راه ما كاينش هذيك القضيه ديال حكا غدا نبدا ولا تسيري الدبلوم غدا نبدا ولا شي حاجه. بقى غادي في لاستي سو كتي بريمير اني سو دوزيام اني كنتي كتسمع هاد الفيديو سو بريمير اني سو دوزيام اني تبقى غادي في داكشي ديال لاستي لي موديل وداكشي، ولكن حاول انك تعطي لوطو فورماسيون بزاف ما تعاوش على لي فورماتور ما تعاول على حتى شي واحد. نقطه اخرى هي انه لونجلي عنده واحد الاهميه ماشي ديال 100% وماشي ديال 200% ديال لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني ما كانش عندك لونجلي نقدر نضمن لك انه 90% ما غتنجحش، 10% لا صدقات لك شي حاجه. لونجلي ضروري كتب اللي كنقراو وكلشي كلشي كيتقرا في لونجلي، الاصل ديال البروغراماسيون هو لونجلي ماشي فرونسي. المهم هادو هما النقاط اللي كنت باغي نناقش انايا. و والانسان اللي بغى شي حاجه يبداها دابا ما يبداش غدا ويضل ينفخ في راسو. ليرن يعني بقى تعلم بقى تعلم توصل لك شي اللي باغي، ماشي حتى دوز عامين ديال الدبلوم عاد تبدا انت ياض فورماسيون ولا شي حاجه، هذا الشيء راه ما خدامش. وملي تسالو البي اتش بي تبدا في الفريم ورك ديال البي اتش بي، عندك لارافيل عندك شنو كون عاوتاني كاين سيمفوني، ومن غير لي فريم ورك ديال البي اتش بي كاين الانجولار جي اس من طرف جوجل. كاين شي باغي تمشي كوتي اندرويد تمشي للرياكت ناتيف او لا تمشي تمشي اولا تمشي الكوتلين، بغيتي تمشي تختص في الاي او اس تمشي السويفت. المهم كاين بزاف ديال لي لونغاج كاين بزاف ديال الفريم وركس. وبعد شويه على الفرونسي حاول تعطى لونغلي the more you learn the more you earn اللي ما كنسمعوها. يلا اخوان نتلاقاو ان شاء الله في شي فلوق اخر، ونتمنى ان الناس تحيد منا النعاس شويه وتنوض، لان خصوصا حنا المغاربه راه البلاد ما عاطياناش، دونك الانسان خاصو يتعلم شويه وخاصو يدير شي حاجه باش يوصل، ما يبقاش يتسنى في لستيا ولا خدام. ما كنقولش ما تدخلش لستيا، سير لستيا وشد الدبلوم ديالك. انا غير دوزيام اني كنصح فيك دابا شد الدبلوم ديالك وبقى غادي في لوطو فورماسيون، عطا لوطو فورماسيون 50 اكثر من 80% وخلي لستيا 20% بريباري ليها. ما كنقولش كنخرج من لستيا ولا شي حاجه فهمتيني، ما كنقولش لك دروب اوت، خدم اوتو فورماسيون بجوج ديال لي كوتي، حاول تقسم وقتك ولا كنتي كتبع كوره وافلام وداكشي بعد منه بزاف انا نقولها.